السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شباب صغير؟ جينا فيديو جديد، حلقة جديدة عن برنامج الشعب. بعتذر أول شيء عن انسحاب الأسبوع الماضي وعن انسحاب هذا الأسبوع المتابعين. بعتذر منكم جدا لأنه سحب. طيب، على كل حال إن شاء الله رح أقول لكم إياها اسمه الأسبوع هذا الأسبوع اللي بعده. بلش نسوي كل تحسينات، ومثل ما قلنا لكم في عنا خطة للقناة رح نشتغل عليها وعم نعمل عليها. وعم بحاول اني احسن حالي بالمونتاج اكثر واكثر، لانه شفت في شغلات كثير لمسات انا عم بنسحتها او تكاسل، مو نسويا تكاسل اكثر ممكن تقولوا. وهلا بهي الحلقه ان شاء الله رح نحكي عن برلمان شعب. بهي الحلقه رح نتناقش عن قضيه الاحتفال الاسبوع الماضي والاسبوع هذا اللي صارت بهي القضيه، كما عودناكم دائما كل يوم خميس في حلقه جديده الساعه 6 او 7 او 8 حسب التوقيت المحلي تبعكم. مختلف هذا الشيء، يعني شوي بيختلف كم ساعة. وبهي الحلقة إن شاء الله رح نتناقش بالأسبوع، حلقة الأسبوع الماضي الحلقة اللي تحكي عن قضية فلسطين وأهمية وجود فلسطين، وما بعرف شو هي القضية المهمة، لأنه هي كانت القضية اللي ما هي كثير قوية وبنفس الوقت ما فيها أي نقاش، يعني لا اللي فهمان أهمية القضية ولا اللي فهمان إنه هن متابعين حالهم تشمل. المهم رح نحكي بهذا الموضوع بهي الحلقة إن شاء الله، وفي كم نقطة رح نحكي عنها استنتجناها بالحلقة الماضية. وفي عنا كمان في بالحلقة هاي كان الحلقة هاي كان في مشروع جدا، يعني هو مهم صراحة، مهم المهم رح نتناقش فيه أي الحلقة إن شاء الله ورح نحكي فيها كلها يفهم. أول شيء رح نبلش بالحلقة الماضية، أو قبل ما نبلش بالحلقة الماضية، قبل ما تقدروا تقولوا من الحلقة الماضية نحن نكشف عنا الأوراق كلها يفهم. كل واحد شو هو مشروعه، بس في عنا شخصين ما كان مشروع معروفة شو هن مشاريعهم، واللي هو الأول محمد عويضة والثاني جميل عثمان. الاثنين هذول شخصين ما نعرف شو هن قضاياهم، بس ولكن من الحلقة الماضية لما محمد عويضة ما رضي يطلع باللجنة ويقدم مشروعه، فهذا يدل انه هو مشروعه ضعيف اما اتوقع، فهو خجلان يقدمه فراح يتركه للاخير حتى يصير الانتقاد عليه اخف وتخلص البرنامج، فيكون ذاكرة الناس للبرنامج صغيرة ففورا ينسوا مشروعه. فاتوقع هو هذا تحليله، لانه هو كمان عنده خبرة عالمية فبيعرف شلون يتعامل مع هذا الموضوع. وبالنسبه لمشروع جميل عثمان ما عرف طبعا بالحلقه الثانيه، الحلقه الاسبوع الماضي عرفنا انه في لها قضيه، وحس التعليق محمد هو على الموضوع ان هي قضيتها تشبه قضيه الاء حمدان، فلذلك هي شوي ضعيفه. تمام، اول شيء نبلش نحكي عن الحلقه الماضيه والحلقه عفوا حلقه قضيه فلسطين. قضيه فلسطين قضيه مهمه جدا، ما راح اعلق عليها، ما راح احكي فيها كثير، لان هي قضيه مهمه جدا. بس ولكن اللي انا توقعته انه يجي يحكي عن قضيه فلسطين، عن قضيه اهميه القضيه الفلسطينيه، يعني بيحكي شوي اكثر، بس هو كان مركز انه بده يثبت وجوده، انه نحن ما بعنا فلسطين، نحن في احتلال جاء عنا واجبرنا على هذا الشيء. طبعا هو جزء بغلب ما حاسس بشعوره، لا يعني ما في مشكله، انا كسوري لاجئ في بلد ثاني بشوف انه ممكن كلامه صحيح جدا، ما حدا مصدقه او هو في عنده نقص في ثقه بنفسه، لانه نحن اكثر من السوريين بيجوا لعنا بيسالونا، مو يعني الاجانب بيجوا يسالونا او حتى العرب من شتى الوسائل بيجوا يقولونا انه طب انتوا ليش تركتوا بلدكم ورحتوا؟ يا حبيبي نحن في عنا جيوش عم تحاربنا، نحن في قصف، في نحن ما بننام ليل، في كثير ظروف ما راح اوصف لك اياها، يعني ما راح تصدق، شو ما وصفت ما راح تقتنع. اساسا الفيديوهات كلها شفتها من السماء مقتنع. اما اهميه القضيه الفلسطينيه هي بصراحه اهميه جدا مهمه وموضوعيه جدا جدا مهمه، ولازم نحتاج نحكي فيها اكثر، بس ولكن مو بهذا الطرح. صراحه فكره المشروع جدا مهمه، وفكره البرلمان كلها قويه جدا، بس ولكن الاعضاء طلعوا مو المستوى هون، مو دون المستوى هن بشوي هن هون، فلذلك يعني صراحه الوضع لا يوفى لهم بالنسبه للاعضاء. بنحكي عن حلقه اللي صار حلقه الاسبوع هذا. طبعا بالاسبوع هذا اللي صارت القضيه اللي كان عم يتناقش فيها قضيه الوافدين، وهي قضيه صراحه مهمه، لكن في هون نسيت العضو رقصن تحكي عن كثير مشاكل. هي بالاول شيء ونبهها عليه انه لازم انت تحكي اول شيء تشمل جميع المقيمين وليس فئه العرب بس. طبعا هي كانت تطلب بالتمييز انه العرب غير عن الباقين. طب نحن وش لازم نفهم ليش حطوا نظام الكفاله؟ لازم نفهم ليش نحن موجودين هنيك، لازم نفهم نحن شو لنا حقوق كلاجئين او كاجانب في بلاد هاي، لازم نفهم نحن هل هي كان نحن اجانب في هذا البلد او في بلد ثاني ايهما افضل، لازم نفهم انه في حال تم تطوير القانون هل هذا لما يتطور القانون راح يحمي المقيمين القادمين لاحقا، او نفرض مثلا راح تيجي مثال انه مثلا نفرضوا للعرب راح يغضوا النظر عنهم، وانت على متوقع سودانيه او صوماليه من متاكد. المهم
فأنت من هالمنطقة هاي، فراحوا هن الوافدين الأجانب الثاني بأنك أنت ما تقدر تطلبي ولا دعم لهم، الهنود الباكستان اللي يكون حمل حاله هذا الشخص وراح على السودان وأخذ جنسية زمان خبر قلت $5,000 بس، $5,000 ممكن يحصل جنسية، وحمل حاله ورجع دخل على السعودية وصار له نظام كفالة عربي وهو بالأساس باكستاني. فهون في عندك قانون كثير مختلف وفي عندك مشاكل كثيرة تفتحيها على حالك وفي شغلات كثير كبيرة حتى تتم نظام الكفالة. أنا بشوف نظام الكفالة يعني هو مجحف في حق المسلمين كافة، هو الأفضل نحن لازم نفكر شو هو ليش مفروض نظام الكفالة، ليش نحن ليش 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 الدول المقابل للدول اللي حاطه نظام الكفاله مثل السعوديه والامارات هي حاطه نظام الكفاله، انا بحط عليهم كمان في بلدي بفرض عليهم نظام الكفاله مثل ما هم فرضين على اولاد بلدي، فبتصير المعامله بالمثل بتخف هاي المشاكل. هاي اولا. ثانيا هم رح يهموا انه اولاد بلدهم يدخلوا البلد الثاني حتى لو كانت البلد هاي ما لها اي اهميه، تمام؟ مثل سوريا او مصر، هن وجهه نظر طبعا الامارات والسعوديه ممكن يعتبروا انه هاي الدوله ما لها اي اهميه، بس عم بالمثل نقطة نهاية هي لازم تطلبوها من حكوماتكم مو تطلبوها من الجهات الثانية اللي برا انتم رايحين عندهم باركين. طبعا هاي المشكلة الأولى ممكن نحن بنحل من هذا وجهة النظر أو ممكن تكون شوي صعبة حسب تعليقات الناس، ممكن إنه نحن نسعى لأنه نوحد الوطن العربي وتكون الهوية هوية وحدة، يعني مجرد ما إنك تكون حامل هوية أي من بلد عربي كان ممكن تدخل لأي بلد عربي كان، بس نحن كنا بسوريا ممكن نحن ندخل لبنان على الهوية السورية، ما لنا بحاجة لأي جواز سفر أو أي شيء، ليش ما يتم فرض هذا الإشي؟ لبنان بحاجة لو يدخل سوريا بأي وقت بده بس على الهوية من دون يحمل جواز من دون يحمل شيء، بس كل ما هناك مطلوب إنه نحول قسيمة أو يشتري قسيمة هي كم وقتها يمكن على ما تبقى $10 بيشتري القسيمة بيدخل فيها وبيطلع على راحته، وبنفس الوقت ما مطلوب منه يسوي إقامة ولا بسوي أي شيء لأي مواطن داخل أو خارج، وبإمكانه يدخل ويطلع على كيفه وما حدا يمسكه، بس على كل دخولية وخروجية $10 كان وقتها ندفع، كل ما هنالك هذا المطلوب منك لا أكثر ولا أقل. يعني لو إنه نحن نعمل هذا القانون بصراحة بشكل أكبر ندعم هذا الإشي، طبعاً في بعض الحكومات رح ترفض هذا الإشي لأنه هي تعتبر إنه اقتصادها أعلى وفي عندها كثير عندها وافدين أكثر وفي عندها مشاكل بعدين بالوافدين. هي رح إن شاء الله إذا أنا رشحت حل البرلمان ونجحت رح ألقى لكم حل لإلها ورح لكم حل يكون بومباستيك جد. ولذلك انا ما رح اطول كثير واحكي عن هالمشاريع هي كلياتها لاني صراحه هي دون المستوى، ما بعرف اذا بالحلقات القادمه رح نزل لكم ولا ما رح نزل لكم لاني صراحه شفت المشاريع جدا ضعيفه، بس ولكن مشروع جميل عثمان ما بعرف شو هو وهي نائب رئيس البرلمان يعني لازم يكون مشروع جدا ممتاز جدا قوي، فلذلك رح ننتظر ان شاء الله ونشوفه. ومحمد عويض ضل المشروع الثاني. اما باقي المشاريع اللي تم مناقشتها او قدمت فكرتها وفشلوا ممكن اذا غيروا ممكن نحكي، بس ولكن لحد الان ما شفت ولا مشروع مهم الا مشروع علي ومشروع فرح شباب، هن اثنين كانوا ملتزمين بالتعليم وكان بالاساس لازم كان بالاساس لازم كانوا يندمجوا من دائره واحده او اثنينهم بيكونوا مع بعض ويمشوا مع بعض وبيحاولوا يدعموا بعض، بس ولكن فكرته الحالي انه هو برلمان انت رقمي انت ما ممكن تعمل شيء. لو انك حكيت مثلا بدي اعمل منصه تعليميه تدعم التعليم عن بعد مثل احنا اللي عايشين عم نتعلم هذا الاشي، مثلا مثل بيصدر كتاب او بيساعد الجمعيات التعليمية اكثر، يعني انت عم تطلب ميزانية ضخمة لانه يتم خصمها من الجيوش وتحويلها الى التعليم، لك يا روحي الجيوش ليش خلقت؟ او كل دولة عم بتحط جيش ليش؟ يعني ممكن انت في عندك جوانب تانية ممكن تاخدها انت من الميزانية تخصمها وبتضيفها من دون ما تقرب على ميزانية الجيش، يعني الجيش انا بتقول جدا مهم يصير تفرط فيه، بس على كل إن انت هي وجهة نظرك هي مشروعك، فاتوقع انه ما ننجح مرة تانية لانك انت مركز على نقطة واحدة. اتوقع في الحلقات القادمة اكيد رح اغير فكرة المشروع لاني وجه لك كلمة بشكل مباشر شعيب وقال لك انه انت اذا تضل تقدمني نفس الشيء ورح تحصل على نفس النتيجة مثل ما بيضرب راسك بالحيط يا ما ينكسر راسك أو الحيط، فالنتيجة مبينة شو رح يصير. فلذلك أكيد أنا متأكد إنه رح يتغير أفكاره في الحلقات القادمة لأنه إحنا عندنا 14 حلقة أو 16 حلقة ما بعرف قد. المهم بيكون وصلنا هون لنهاية الفيديو، بعتذر عن السحبة الطويلة اللي سحبت عليكم أول شيء، وبعتذر على الإطالة كمان نفس الوقت لأنه بجد أنا بعتذر منكم، وبس يكون وصلنا هون لنهاية الفيديو وتنسوا لنا لايك والاشتراك تستنونا كل يوم جديد حلقة جديدة. قبل ما أنسى شو رأيكم باللوك الجديد هيك أنا واخف أو بحكي لكم تمام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.